أقر المعهد الفرنسي بالقاهرة خطة عمل مكثفة مع انطلاق العام الثقافي المصري الفرنسي 2019، وكانت البداية عبر تنظيم معرض لطباعة الحروف العربية منذ القرن السادس عشر وحتى الآن. المزيد في التقرير التالي. جماليات الحرف العربي وتقنيته عبر التاريخ استطاعت أن تزين حوائط المعهد الفرنسي بالقاهرة في افتتاح معرض مصغر للطباعة العربية كبادرة عمل في عام مصر وفرنسا الثقافي المشترك الذي أطلقته وزارة الثقافة المصرية. هذا المعرض جاء من فرنسا وقد تأسس عام 2015 وتم عرضه في فرنسا أولا ومن ثم تونس، وقد أردنا عرضه في مصر من أجل معرض الكتاب. هذا المعرض يحكي قصة الحروف العربية المطبوعة، ليس فن الخط اليدوي وإنما الخط المطبوع، فمنذ القرن السادس عشر وحتى الآن هذا المعرض يظهر قصة الفنانين الذين حاولوا عرض شكل الخط العربي المطبوع. اللوحات التي تعبر عن قصص الحركات الثورية من الجزائر إلى لبنان وتظهر أشكال الحرف العربي من عصر النهضة إلى الآن هي جزء من عمل الموسوعة البصرية للحروف العربية التي تأسست كمنصة للتعريف بتاريخ وتطور الخط العربي. الموسوعة البصرية للحروف العربية الهدف منها إن هي توثق التراث العربي وتوثق قد ايه هو غني ومليء بالثقافة وكل الحاجات دي كلها، فهي بيزيكلي بتجيب الحرف العربي من اول ما ابتدى كحرف خط عربي بيتكتب بالايد وكده، من اول ما ابتدى خالص لحد ما هو شكله دلوقتي كخط طباعي على الكمبيوتر، فونت بنكتبه بنلاقيه شكله على الكمبيوتر وكده. هدف المشروع دوت ان هو يكون يعرف العالم كله وأوروبا كلها قد إيه التراث العربي والإسلامي غني وعالمي وجلوبل، يعني موجود في كل حتة. الذكرى الخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كانت ضمن أهم الفعاليات التي يحييها المعهد الفرنسي من خلال عرض المجموعة الأكبر لمعرض الطباعة العربية داخل معرض الكتاب لإعطاء فرصة أكبر للتعرف على حضارة عربية قيمة. سارية ياسين، إكسترا نيوز.